نحكي شوية سعد على السبعة فيفر 2018. سبعة فيفر ما يقول لك شيء الداتا ذي ولا تحب تنساه؟ صحيح تحب ننساه. بالعكس معنا نتصورها هي معناها الخطوة اللي زادتني معنا خاطر ترى هو اللي يفرق بين الملاعبي الملاعبي غيرت الشخصية متاعهم معنا هي باش تفرج شخصيتك في جمعية كبيرة من أقوى الجمعيات في أفريقيا معناها غير باش تتعدى كأنك معنا ما لعبتش واحدة فيهم اختار أنت يا باش تعمل اسم معنا وترجعهم يطلبوا منك السماح يا ما باش نروح المستمعين اللي ننسى شوية الدات نحكيوا الاعتداء من قبل لا هو مش اعتداء هو جاو جمهور سب جو جمهور سب وقت مش سب 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 زاد ما فماش ضرب معناها لا فماش ضرب خاطر خافش كاين اعتداء وقفوش باش توضحها لا ما فماش ضرب جاء سب بالرسمي معناها وقتها اول سيونس سي خالد يا حفيزي تفرحوا بها حتى سي خالد من هالاول بحظه هو معناها جاء هوني يعني قلت لك معناها راح يحكيو معايا المسؤولين وقتها دونك وذاك العباد اللي جاو بعد ماتش الاهلي جاو طلبوا السماح باش نجيو نحكيو عليه بعد توجعت اكيد وقتها حسيت وقتها حسيت معناها كانك انك معناها ما تلعبش معاش انا معناها وقتها خد ما زدتش سجلت زوج اهداف في البطوله العربيه في النهايه كانك معناها ما عملت حتى شيء معناها باش ياكدوا لك اللي انت راك ما زدت ما عملت حتى شيء معناها وديجا الاسبيرونس ما تلعبش على البطوله والبطوله العربيه الاسبيرونس ما نعرفش شو بالرسمي راهو هذيك اللي يحكوا فيها معناها يهزوا معناها البطوله وكاس السلام على بعضهم بالرسمي انا شفتها معناها بعينيا معناها في الشامبيونه الاولى مش بيرو باش يفرحوا واحد في البيسير وكل شيء نعبد سلمة بعضها وروح السلام عليكم تظلمت من الجمهور وقتها في الفتره هذيك تظلمت وقتها تصور معنا خسرنا مع المتلوي كوب وقتها ضيعت هزيتها محل مش مشكله تعتبر هزيتها انت وقتها هزيتها انا ومعز نصور وقتها الماتش هذاك حتى معز في البريود هذيك معناها لموه بالكدا هذاك هو غير شنو صار شخصيه معز وشخصيتي انا يا 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 باش تعدى على جنبهم يعرفوا تحدوا سي بون ولعب بك العام وكا يا معناها باش تفرض اسمك